السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم نوريكم شي طرف هاد اللحم، نقطعو لكم ونوريكم لاش يصلحو. تيري مشى عند الجزار يعرف شنو يطلبلو، واللي مازال ما مشتركش في القناة ديالنا يشارك، واللي بان له هاد الفيديو ولا بانت له القناة يشارك باش يبدا يوصلو الجديد ديالنا. المهم نبداو على بركة الله. هادي هادو الضلع تيجيو في كسكسو وتيجيو حتى في التفوار، وكاين اللي تيقول لهم السمطة، كاين اللي كيدخلهم عاوتاني تيفورهم وكيعاود يدخلهم للفران تيتحمروا تيجيو زوين تيجيو مقرمشين. حتى الحيمة راه طرية، الحيمة جديدة وطرية، وحتى العفن نقي، الحيمة مازالها صغيرة، هانتوما من اللون ديالها باينة. هاد الحيمة تتكون بنينة وتيكون حتى اللحم ديالها فتي، كتكون مخلطة مع شوية الشحمة والعظام، وتتكون الحيمة ديالها فتية بزاف. وهادي الشكلة تنقطعوها تندور في الكفته، تجي في الكفته حتى هي تجي شي حاجه واعره في الكفته، هي اللي كتلدد الكفته باش تجي باش تجي هشيشه وتجي لذيذه في الماكله. البارح دخلت الاحصائيات ديال القناه ولقيت مشاهدين عندي من السعوديه ومن مصر، المانيا، ايطاليا، ومن اسبانيا، ومن الجزائر. مرحبا بالاشقاء العرب، ومرحبا بالخوت، ومرحبا بالجيران، ومرحبا بكل شيء كاع اللي كيشاهد هذه القناه، مرحبا به وشكرا على الدعم ديالكم. وهذا الصدر ديال العجل، وكاين اللي كيقولوا القص ولا القص، وكاين اللي شي مناطق تيقولوا له بومليل. هذا تيجي في كسكسو معتبر، كسكسو ديالو تيجي ميدم، تيجي لذيذ بزاف. هذا في كسكسو شي حاجه واعره بزاف كاع. نتوما بقاو معنا وشوفوا الطريقه كنديروا نقطعوا. حتى اللي بغى يستافد يستافد، حيت هذا الشيء هذا راه فاش تمشي تشري اللحم ولا شي حاجه راه ما تشوفش هذا الشيء هذا كامل قدام خطوه بخطوه. وهادو الضليعات اللي تيكونوا في الصدر تنحيدوهم هما الاولين، تنحيدوهم حتى هما تيجيو في كسكسو زوينين. بقاو معنا حتى الاخر، كملوا الفيديو باش تستافدوا اكثر. وبلايما ديال التجربه وعرفي المهنه ديال الجزار راه كي دايره وكي دايره الطريقه باش تنخدموا. هاد الصدر هذا كاين اللي تيقطعو بالضلعه ديالو تيقطعو طويل، ولكن انا تنفضل التقطيع هذاك، تنفضل نقسمو على جوج نعزل الضوء بوحدهم ونخلي الصدر غير بوحدو. كاين اللي تيقطعو بالضلوع ديالهم، ولكن الطريقة اللي كنفضلها انا هي هادي، كتعجبني بعد انا الطريقة هادي، تيجيو في المنظر زوين. وفاش نقطعهم ونسالهم نشوف المنظر ديالهم كي داير. الاخوان دعمونا بالاشتراكات ديالكم وعاونونا باش نزيدو قدام، بالاشتراكات ديالكم باش غادي نزيدو القدام وبدا نحطو المزيد ونحطو لكم شي حوايج اخرى تشوفوها. مازال كاين بزاف ديال الحوايج تشوفوهم معنا، واللي اول مره تبان له القناه يشارك معنا، ما فيها حتى شي مشكل. هبط لتحت تبارك على ابوني وبدا يوصلك الجديد ديالنا. انا هادي هي الطريقه اللي تنفضل، تنديرهم قصار ما تنديرهمش طوال، تيعجبوني انا هكا، تيجيو حتى في المنظر ديالهم فاش يتسفو تيجيو زوينين. ها انتوما شوفوا الطروفه كي كيجيو ديالهم، تيجيو هكا قصار، تيجيو مخيرين كاع، واللي بغى شي حاجه تياخدها. انا نوريكم النتيجه النهائيه. هانتوما بعد ما حطيتهم في فيترينا شو كي كيبانو، شو الديكور ديالهم، تشاهاهم غير بعينك كما تيقولوا العين اللي كتاكل. هانتوما الصدر هو شو كيجي مقطع، ودوك الضليعات اللي وريتكم في الاول شو كي جايين. وشكرا على المشاهده ومرحبا بكم كلكم، واللي مازال ما شاركش يشارك معنا. وشكرا والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله اخر.